عقد اللقاء التحضير الأخير لشبيبة موطن يسوع في دير اللاتين في رام الله يوم 11 من كانون الثاني قبيل انطلاق فعاليات اليوم العالمي للشباب. ربنا لما قرر يتجسد بهاي الأرض، هاي الأرض المقدسة، وإحنا من هاي الأرض رح ننطلق لبنما لنشارك مع كل شبيبات العالم باللقاء العالمي للشبيبات مع قدسة البابا فرانسيس. أراد الله أن تكون هذه الأرض مكاناً لولادة ابنه، وكفلسطينيين نحن مسرورون للمشاركة في يوم الشبيب العالمي في مدينة بنما لنلتقي أناساً آخرين ونكتسب ثقافة جديدة، ونأمل أن نرى البابا ونتحدث إليه. وكان الشباب الذين وقع عليهم الاختيار وعددهم 43 شاباً وشابة قد التقوا عدة مرات في السابق بإشراف المرشد الروحي للشبيبة الأب بشار فواضلي بهدف تحديد دور كل واحد منهم بشكل يضمن تحقيق الهدف من مشاركتهم كفريق. رح أشارك لتاني مرة بالأيام العالمية، رح يكون تجربة كتير حلوة، رح نخبر مسيحيتنا أكتر وأكتر. أنا مسرورة جدا للمشاركة في يوم الشبيبة العالمي في بنما، لأنني سوف أكتسب خبرة وأعود بها إلى مسقط رأسي وأشارك بها آخرين لم يتمكنوا من السفر إلى بنما. أنا جدا سعيدة ومتحمسة أنه رح أكون جزء فعال إن شاء الله بالأيام الشبيبة العالمية في بنما. جدا سعيدة لأنه المسيحية هي جزء لا يتجزأ من هويتنا، لأنه رح نتعرف على شباب من وين مكان في العالم، لأنه رح يكون لنا دور إنه نشارك البابا بهمومنا ومشاكلنا وصعابنا.